بس توفت، هم قاعدين نقول له بس فتحوه بس ننقل الجثة ما يقبلوا. في لحظات تسابق الوقت فيها لتنقذ أنفاس زوجتك وأنت في مواجهة مع كورونا القاتل، قد لا تجد قنينة أكسجين تنقذها من موت مؤكد، لكنها هزيمة العراقي أمام كورونا كما يهزم دوما في صحته أو فرحته بعائلته. غاب الأكسجين كما هو قطاع الصحة المتهالك، فكان الوداع الأخير. أما المقابل لهذا الوداع حبس مع الجثة داخل مستشفى كركوك العام، حيث يكبل رجل مصاب بكورونا بسرير ترقد عليه زوجته التي فارقت الحياة. تكبل يد الزوج بكلبشة لا إنسانية، فعل بعيد كل البعد عن المسؤولية حين تنتشر عدوى الإهمال الصحي. وكأن مقطع الفيديو الذي أغضب العراقيين يوحي بأن الفيروس المستجد قد يكون أكثر رحمة من فعل كهذا. وما السبب؟ لا سبب غير أنه أراد أن ينقذ أم أطفاله ورفيقة الدرب. في المرصاد شكل المؤتمر الصحفي المشترك بين نواب كركوك وصحتها للرد على الحادثة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة. في الوقت الضائع تشكل اللجان، لكن بكل سهولة تسرق حياة العراقيين على يد كورونا. وما بين الموت والحياة تسرق اللحظات الفارقة وتدخل بيوت العراقيين لوعة لا يدري من أين يبدأ المواطن بالحديث عنها. لوعة الخلاص من الوباء أم لوعة قطاع الصحة أم لوعة الحرمان، وقد يكون الحرمان طلب الموت بدلا من البقاء على قيد الحياة. نقول لهم بس فتحوا دقائق بس ننقل الجثة مع الزوجة، ما تقولون يا زوجة متوفية، هو هم مصاب طبعا.